قال الراوي يا سادة يا كرام. طلبات سيادي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. امر عالي من طرف حضرة صاحب الدولة قائد عسكر جيوش افندينا والي مصر الى اعيان وسكان وفلاحين الناحية، يجمع من الانفار الكبار الاشداء 306 ويحضروا للفرز والتشغيل في خدمة مولانا ولي نعمة البلاد وحامي حمى العباد، والعمد والمشايخ مسؤولين عن التنفيذ، ومن يهمل أو يتأخر فالفلقة والكرباج موجودين. الله هجيب لك منين يا جناب السنجاطار؟ قطعت اصبعك يا فالح؟ خدوه ارحم الولايه يا شيخ البلد، كمان تاخدوه بدمه. ولو يا غانم، ان شاء الله حتى يخزع عينيه الاتنين هناخده برضه. كمان 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 هجيب لك منين بقى امال؟ ده حتى العور والمكسحين جبناهم. خبر ايه؟ انتوا لسه واخدين على فين؟ انا ماليش دعوه، انا مش من هنا يا جدعان، انا مش انا مش وكتابي اللحم انا من هنا يا عالم يا عالم، انا مش من هنا، انا مش من هنا يا بيه، انا غريب، انا مش من بلدي، اهو اهو، انا ضيف، انا ضيف، انا جاي ازور مرات خالي اسماعيل ابو حسنين، انا مال انا يا عالم، الناس الضيوف لهم حرمة. يا ضيف يا متولي، الخز جايين من الناحيه الشرقيه والناحيه الغربيه لسه خاليه، يعني لسه نقدر نطلع من ضرب الطويل على بره، اوصلك في مركب حسنين وارجع بالليل بباقي الطلبات. يلا يا متولي، ما تقول يا ابو زيد. طبعا انت يهمك ايه، ما انت دافع البدليه. عيب يا شفيقه، من يوم ما خد ابوك ما شفناهوش تاني، وانا مش بعفيت يا ولدي. سمعت؟ حرام عليك، اتحرك بقى اتحرك. ايد الحكومه تطول ابعد مكان، لو هربت هياخدوني برضه وهكون السبب في اذيتكم. طول عمرك نفسك كبيرة ومناخيرك في السماء، مستعين بالهرب.
انتوا المسؤولين، الموت مستنيني لو خدوك يا اخويا. يلا يا متولي، الحكومه ملهاش كبيره. متولي شوف قدامي يا حميد. استنى استنى شويه متولي، استنى. يعني العين ما عدتش تشوفك يا متولي؟ شدة وتزول يا شفيق، خلي بالك يا مزيد. في عناية يا متولي. يلا يا جماعة. اصحي نفسك يا شفيق. أخوك ما ماتش يا شفيقة، أخوك ما ماتش ومسيرة حية. لا اللي سحبوه مكتف بالحبال يا رجال، من قلب داره على حر الجبال يا رجال. يوم 8/4 والقمح لسه اخضر، الغز جمع البلد، يا دي النهار الاخضر. اخته شفيقه تقول اهرب يا متولي، يقول ده مش فعل من شيم الرجال ومحال. وحيدة تلقط رزقها بالكاد، حباية حباية من قلب الشقوق يا ولاد. تنزعها فيهم فران الأرض والعصافير، وتشق سكتها في الدنيا دي بالأضافير، وهمها كتير وحلها يفتت الأكباد. البركة اللي فيه لسه نار في الدار يا غلبانة، يا وردة ميلة في وش الصهب دبلانة. الحبة الغلة تخبزهم يا دوب رغيفين، لجدها رغيف وليها رغيف يا نن العين. والصبر طيب صحيح، لكن تجيبه منين؟ أدي الله وأدي حكمته، والكفر بيهم عيب، وده علم غيب وانكتب ولا هي دريانة. أنا أخت متولي، كله يخلي هنا باله، نظراته في عيني رايحة وجاية وخياله، كأنه لسه لا غاب ولا جرجروه الغز، وجاية سوق التلات لأجل أبيع الوز، لأجل أبيع واشتري بمهبته وبماله، وكل شيء زي ما هو لسه على حاله. لا يا شفيقة، الحقيقة مش كده، فوقي دياب أهو جاي متلف بتوب العين. سوق المهابة جبر، اطفي مجور على الخبر، والجرح مهما صبر هيجي يوم وينز، وكله بيولي فينك يا متولي. شفيقة ازاي؟ متولي جرجاوي، متولي لما شافوه لقوه عيونه سلام، فرزوه مجند وهو كأنه طيف في منام. عقله في بلدهم وداره وجده وشفيقة، ويقول ترى وهل ترى، ويجيب ورا وقدام. مدغوري بقى، ده هي تاخدك انت واللي خلفوكي. يوه بلاش،
بنتي يا فكيهة. نعم يا خال. ما تيجي بيت تساعديني النهارده، عندي مندبة عايزين نشعل لها نار. ما اقدرش اتاخر. عليه يا حسرة، لا ام ولا خال. خليها تغور فكيهة، قال دي ما اتعلمتش مني غير شرب الجوزة. ايش خروح كده؟ انت اللي شفيقة واكل عقلك. شفيقة اخياني؟ ايه مالك؟ انا خلاص مش قادر استنى. شفيقة لسه دماغها ناشفة، لسه عايشة في دنيا متولي خايفة منه. متولي متولي، احنا مش خلصنا منه والحمد لله. طب ايدك يا دلعاك. ايه دول؟ ده انت قاعد طول النهار هنا. رقبتي بس يحصل. شوفوا الوالة. بتبص على ايه يا شفيقة؟ ده اللي بيروح في حباله ما بيرجعش يا بنتي. أما صحيح يا ولاد، عز الولد ولد الولد. فينك يا متولي؟ كفاية بقى يابا، كفاية بكا ونواح، بقالنا شهور على الحال ده. حاجة تقبل شفيقة؟ عايزة مني ايه؟ عاوزك تنسي الحزن، تشوفي نفسك يا شفيقة. تخرجي من الكتمة بقى، الجسم الحلو ده كله والجمال ده كله تحبسيه؟ الحيطان بتقع يا شفيقة، وكل حاجة بتروح، مفيش حاجة بتستنى. لا الحزن دايم ولا الفرح دايم، ويا ريت في غلة في البيت ولا قرش في ايدنا. الا يا حسرة، لا ورانا ولا قدامنا. الليلة ليلة المولد. بقولك ايه يا اختي، ما تيجي تتفسحي معانا شوية وتفرجي عن نفسك، ده حلو قوي. وده اللي كان ناقص. انت فاكرة المولد ما يروحوش غير الهلافيت؟ ده ياما اكابر بيروحوه عشان يوفوا النادر. طب والنبي انت ما يستهلك غير واحد من اكابر الناس، غني وله مركز، عشان يستتك ويهنيك. ما تخافيش منه. تولي؟ متولي؟ متولي مين؟ المولد. المولد اللي صاحبه غايب. هو احنا بايدينا حاجه؟ ده كله مكتوب وعد وملناش فيه. لا لينا فيه، وكل اللي بنعمله بنعمله بايدينا دي يا هنادي. ابدا وحياتك يا شفيقه، ده احنا مربوطين من كل حته. اسمعي كلامي وتعالي معايا. لا كلامك ولا كلام غيرك. Yeah.
يا فمك يا مهلا بيا اه من اللي بيا اه يا انا يا انا يا انا اه والنبي على قلبك دلعني والنبي على قلبك دلعني تحت الشفايف نرسم فوق السوالف نوشم مد دراعك يا سمسم يا ابن الحرامية يا اخي ما تقول بقى هلا بيا اه من اللي بيا وعي الصغور طيب ودانك الملبن اندقت لها الحلقان خاتم يا حلوة ذهب لصباعك البنور وسائك الفضة ادق الخان عشانها كمان وريني رجلك كده 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 هو دلل وحب الدلال سيب سنة كام يا دلال 60 مركب كبيرة مسكت فارس يتعالى ده انا من زمان مستني اليوم ده يا شفيق صنع الفال الوعد 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 علم الغيب ممالك والطريق
يا شفيق. أها. لا. نهوة. شوف يا سيدي. ما هو اللي شفيق. شفيق. كدبين، ما فيش وعد، كله بنعمله بعقلنا. يا سلام. اللي يريده قلبنا. يعني انتي رايداني زي ما انا رايدك؟ والا ما كنتش جيت معاك لحد هنا برجلي. يا لهوي، بحبك يا شفيقه. بس تفتكر ابوك شيخ البلد هيوافق؟ يوافق ولا ما يوافقش؟ يعني هو هيفضل عايش طول العمر، بكره يغور. يا اختي شادياب، بتتمنى لابوك الموت؟ وهو الموت وحش، ما انا ميت فيك اهو. يا لهوي، اتاخرت وجدي في البيت لوحده، لازم اجري ليكون احتاج لحاجه. حاجه وصلي. لا خليك انت. مش خايفه من الضلمه؟ الخوف دلوقتي من عيون الناس. قلت لك بيت هنادي احسن. ملناش اللي هو يا شفيق. وفتك بعافية. طيب نتقابل بكره هناك العصرية. انا فتك بعافية. العسكرية شرف يستعظموا الشجعان، وفلاحين مصر عسكر مشهورين جدعان، متولي منهم واحسنهم وارجلهم في الضبط والربط رغم الهم والاحزان. الخط بقى الشمال ضرب معتدل مرفق. عملوا طابور ضرب نار قدام قومندانه، وحصل مسابقه ما بين متولي واخوانه. اسرع نفر هو يملى البندقيه بارود، ونشانجي يغلب جيوش لفرنج بنشانه. قال الكومندان: عفارم، النفر ده منين؟ قالوا له من جرجة. قال: جرجة دي والله زين. وقام ناديه له وعطيه في التو قنباشة، وشبك على دراعه قدام الجميع شريطين. عفارم المتولي انضرب. وسهلا، انا قلبي ما يكذبش ابدا، كنت عارفه انك جاي. مش عارفه ان عندك حد. حد؟ حد مين يا حبيبتي؟ دول حبايبنا بتوع المولد بتوع كل سنه. دول بقى يا اختي يناموا طول النهار ويصحوا طول الليل. امال فين يا ماما؟ ايه دياب؟ كان لازم زمانه جاي. وحشك ولا ايه؟ تعالي تعالي. دي الموعودة اللي شفتيها امبارح في الترك. امبارح كان شكلها غير كده. بوهية يا الدلعاتي بوهية. امال البوهية عملوها ليه؟ كله بوهية. الحلاوة بوهية، والوحشة بوهية، والبهلول بوهية، وملك الزمان بوهية، والبقف ده بوهية، وجدينا اللي في مصر ده النفس بوهية. بوهية تاخده. يعني كله معمول.
بنعمله بايدينا. ايوه بايدينا. ايه ده؟ ما تخافيش. تعالي ملك الزمان، تعالي تعالي. ايه عايز ايه؟ اللي انت عايزاه. ابعد عني ابعد عني. بتاعتي انتوا فاكراني ايه؟ وانت فاكرنا ايه؟ ده احنا رجاله ونعجبك قوي. ما بدري عليا، ما تحرميناش من انسك. موسى 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 بريزة موسى. موسى موسى مهنا مهنا مهنا. يا قبلت يا ولاد الحرام، ولا كنت وقعت فيني. شفيق مور يا دياب، ابعد عني كفاية. استني بس شفيق، ايه اللي غير حالي؟ ما كنا كويسين. ما كناش غور وسيبني. كفايه انك دخلتني بيت خلادي وسط الحوش اللي نهشوا لحمي بالحياه. انا مغصوب يا شفيقه، غصب عني، مالناش بيت مفتوح غيره. وانت ملكتينا يا شفيقه، بيت مسلوب، عبد التراب اللي تحت رجليكي. كذاب، اجري دور لك على صيده جديده. اجري فين واهرب منك فين وانت نار ومسكت فيا؟ كلكم مقرفين، كلكم عفنين، رجاله زباله. فينك يا متولي؟ متولي اخوكي ومسير الاخوات للفراق، انما الحبايب لا. الاخوات لحم بعض، لحم بعض. انت لحمي، ويوم ما اموت ويغسلوني هيسلموكي جسدي، هيجيبوني ليكي ويحطوني قدامك ويقولوا لك خدي يا شفيقه الحاجه دي بتاعتك، لقينا اسمك مكتوب عليها. انت وشمت علشان كده اتاخرت عليكي، سامحيني. دياب نعاهد بعض طول العمر، تعهديني يا شفيقه. عايز اقول لك كلمتين بيني وبينك. قول يا شفيقه. انا عاتب عليك. ليه بقى؟ حالك مش مطمني، اتغيرتي وما بقيتيش زي ما كنتي. يا سلام لو كل واحد يخليه في حاله. يا شفيقه انا جاي اتجوزك على سنه الله ورسوله. بس انا مش عايزه. عايزه ولا مش عايزه؟ كتب كتابك لابد يكون النهارده قبل بكره. مش معنى دلوقتي كلام الناس كتر يا شفيقه، واخوكي متولي مش هنا، انا لازم استتر عليك. كتر خيرك يا ابو زيد، استتر هو ربنا. باش متولي جرجاوي وقف بدبان على خلقه تحفر وخلقه عبد بالغلقان، ألوفات وألوفات كمثل النمل شغاله، بيشقوا بحر الكنال والشمس اياله، بيشقوا بحر الكنال والشمس تلفحهم، ما يرتاحوش الا لما الموت يريحهم او النفر من العطش يحصل في عقل دماغ. اشرب 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 ميه ميه. اضرب الميه. ليه؟ اشرب اضرب بلد. لا اشرب سير افرق ميه. اضرب ولد. قال له لا متولي ما اضربش، الشاب داف من التعب، الشاب ما هربش. سحب الافندي الطبنجه وطخ في المليان، مات الجدع واستريح.
بس كان عطشان. عطشان يا ظالم يموت في بلاده بلديه. متولي قالها بغضب وهجم بوحشيه، ناسي بانه كمان على السفره كان بذبان. عصيان يا فندم، ضرب الشاويين جنايات عسكريه، مراحم سعاده كلوب سر عسكر جيوش افندينا حكمت عليه بالضرب 100 قنشاف فقط لا غير، بحضور طابور تكدير من كافه نفر ليكون عبره لمن اعتبر، والجلد ميري والحكيم موجود. اضرب يا فندم. ادي جزاك اللي ينسى مركزه يا جنود، كل واحد مقام ولكل حي حدود. متولي عصيان لابد تفوقه القمشه، لا سيما الجلد ميري والحكيم موجود وربنا موجود واحنا عليك شهود. وكل جلدة على ظهرك يا متولي ترسم كنال السويس ام الجراير سود. معلش استحمل، مريت يا دكتور على الجروح، قدروا البائع. فاهم يا متولي فاهم. اعذرني يا ابن والدي، انا عبد المأمور. عارف يا حسن، شد حيلك. من كل عين شافتك ولا صلتش. امك هو خد حاجه كبيره هيعوض. هما الاثنين ولعونا هناك. انا بنت البلد. مفيش حاجه هتخرب البلد قد الزنا. هما الاثنين جوه هيعوضهم. كله من بنت المديوم هنادي. اكسر الباب. ايه الوضع دي؟ خبرها يا بلد، خبرها يا بلد. يا نهار اسود ابويا. مش قلت لك ما تجيبنيش انا ثاني؟ خبرها يا عمران. تعالى شوف ابنك على اللي بيعمله في بنات الناس. ابني طب وكتاب الله لكم ربنا احرقوا النجاسه قبل نفسنا كلنا. حياته مكسره. استنى يا جدع، استنى يا جدع، استنى شويه. هيكسروا الباب ليه كده يا ناس؟ واحنا عملنا ايه؟ ده مكتوب. حتى لي كلامك الفارغ اللي بتقوليه سايبينها لكم وماشيين يا حوش. طب وانت والراجل اللي غلبوه والبلد؟ يلا قدامي بسرعه اطلعهم بسرعة. يلا بسرعة بسرعة، خطوا للسطح الثاني. هربوا كلاب. سرحانة في ايه؟ قلقانة على جدي. ما تشغليش بالك عليه. ازاي هنادي؟ ده راجل عجوز ما يقدرش يوكل روحه لقمة حتى. حد الشيخ بيموت من الجوع. حالا هتعملي القرش وتبعتي تجيبيه يشمعكي في العز. في العز؟ ولا تروحي تعيشي هناك سلطنة زمانك وتدوسي عليهم كلهم الفلوس تشتري كل حاجة. أسيوط فلة فلة هنادي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيك يا أختي. إزيك يا هنادي؟ زي الزفت. ليه يا اختي خير؟ خير؟ منين هيجينا الخير؟ هو فين الخير ده؟ اسكتي يا فله يا اختي اسكتي. ده انا اللي في قلبي يغطي ويملى بخور. خلاص يا فله يا اختي كله راح. راح كله يا فله يا اختي راح. راح كله راح يا فله يا اختي. البلد قامت على الجوز دول. ولاجل البخت الاسود كانوا موجودين عندي، اصلهم مالهمش مأوى غير عندي. انصحي يا حبيبتي ارتاح. وانت عارفه لما حد يقصدني خرب اسود يا فله يا اختي ربنا ما يوريكي. حصل ايه يا شابه؟ حرقوا علي
علينا البيت، هربنا من اللصطه. بقى زي نرجو هننم الاهل بياخد ليه يحرق قلبهم زي ما حرقوا بيتي. كفايه بقى وليه يا قلبتك مغنى، بيتك وهعوضك عنه، واي حاجه راحت منك قولي لي عليها وانا اجيب لك احسن منها. منين يا الدلعادي؟ هيشتغل، ده راجل. اطمني يا هنادي يا اختي، الحالة هنا عال وكل شيء اتعوض. والواحد ما عرفش ينام في البيت ده لا ليل ولا نهار. اهلا، ايه الخطوة العزيزة دي؟ مرحبا، طيبونا خالة هنادي. اهلا بالناس الحلوين، بركة اللي شفناك بخير. خير؟ هيجي منين الخير؟ ما حرام ايديا يا يا بيتي، يا حبيبي يا بيتي. كفاية بقى يا ولية، اللي فينا مكفينا. فين حلاوة المولد يا بهلول؟ مش توم كده بضيف الجماعة؟ مالش لزوم يا بهلول. ازاي المولد تيجي؟ الله الله اللي هنا. الله، ده بلبل. كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب، ما تيجي يا بلبل، انت عايز عزومة؟ لا اجي ايه، تعالى شيل قصادي. اشيل يا اخويا. اشيل قوي. شيل ده هلوم يا جمالكو اهي. هتيل هتيل ايه دي؟ فخده. فخده ايه؟ فخده ضاني اهي. ضاني ضاني تحت امرك. خد يلا ضاني. طرابيشي بيبي يعيد عليكم. وبعت لكم هديه الموسم اهي، وكل موسم يعيش الطرابيشي. انا العيال والله يبعتها لكم. ربنا يطول عمره ويكفي شر المرض الطيب الكريم. والنبي ده حته السكر في ميه معطره. اهدي لنا واسم ولا بلاش. انت لحقت تاكل؟ ما على ودنا. شايفه يا هنادي رزقك في رجليكي. لا رجلها ايه ده، انت بتاكل بالايدين الحاجات دي؟ ده مثل يا حبيب امك. مثل يا اخي، بتقول لك مثل. مثل مثل. واجب عليها نروح للطرابيش بيه نشكر له فل. او النبي فكره. فكره ايه؟ تعالوا هنا. انتوا رايحين فين بقى؟ هو الطرابيش بيه موجود هنا؟ سافر. طيب فين؟ سافر هو، خلاص مش هيجي تاني، راح يحضر الاحتفالات مولد النبي. يا سلام. الخديوي بعت لي. ايه ده؟ هو انا اللي قلت للخديوي يا ولا. ربنا يخليك طول عمرك. ما يلزمش اي خدمه. انا مش عايز الخدمه دي. ما تبقاش عبيط، انا عايز اخدمك. ما انا كل ما اجي لك تقولي لي اي خدمه وتطلع وحشه. انا مش عايز الخدمه دي، انا هروح اشوف الناس الكتير واوزع عليهم الحاجات الكتير بقى. الف سلامه. هم كحيانين زيكم كده؟ مع سلامه الله. احنا نشوف كل كحيان في البلد وندوا له بطيخه من هنا. شيه بتاع الكلب. بنتك عسليه. امك بتحب الطعميه والبطيخ. شيه. استني، اتحت اتحت يا شيخ اتنيل. نزل الوباء على الكنال، الغز قالوا امان، وهم اكبر وباء صابك يد الاوطان. اموات ما تدفنش، اشرب. الناس دي مش ليها اهل، هيعرفوا ازاي هم فين دلوقتي؟ انت يعني اهلك عارفينك انت فين ولا انا؟ اهلي فكرنيش، بس سايب ورايا جد العجوز واختي لوحدها. لهم رب. بني ادم يا جناب الحكيم، بني ادم ملوش قيمه. لا له قيمه، بس لازم هو اللي يدافع عنها، غير كده ينشرى ويتباع ويتعمل فيه اي حاجه. كان لزومها ايه القناه دي اللي بقت مقبره رجالتنا؟ الانجليز مش عملوا لنا سكه حديد بدلها؟ ولا احنا عايشين فرنسا في الضلمه؟ نسخة من ستة الا سيدي، كل واحده عايزه تعمل لها في المنطقه مسمار جحا علشان تلهف اللي تقدر عليه. ما هم دول القوتين الكبار اللي في العالم، ولازم نكون يا مع دول يا مع دول. سلطان تركيا خلاص، كل سنه وانت طيب. ليه ما نبقاش مع نفسنا؟ هي مصر شويه يا عالم. مفاجاه ايه دي يا اختي اللي هيعملوها للطرابيشي بيه؟ اصل النهارده وافي عيد ميلاده، فقلنا فرصه نرد له الهديه. هو احنا حالتنا الباله؟ هنغني له الهقه وهنرقص له ونهيص ونفرفش له. قاعد سهل يا هنادي الوقت هذا. يا اختي قاعده حزنانه على ايه؟ طب ده انا بيزي اللي اتحرق وراح. من غير كتر كلام، مش هروح معاكو عند البيه اللي بتقولوا عليه ده. هي من يوم ما جابت المخزن اللي في ايدها ده وهي حاطه همها كله فيه. بعمل تلفيحه لدياب. ما تتحججيش بدياب. قومي يا شيخ قومي. لا مش قايمه عشان خاطري.
نفسي اتفرج على الناس دي عايشه ازاي وحياه متولي. طيب يا دياب، بس ما تبقاش تحشر الاسم ده في الكلام الفاضي. Francis playing a game with you. You'll dig the canal and they'll receive it ready-made. The rulers of Egypt are not so foolish, Robert. Their grandfather, Muhammad Ali, refused it. Napoleon himself was afraid of it. This is a disaster, believe me. If it's a disaster, why is England killing itself to get it? Because we want to be closer to you, to protect you from the French. Look at the form of their government in Algeria. Look at India under our government, how progressive it is. Robert Tarawishibi, all the time you talk politics. Robert, please change places. Lily, take Daddy's place. Please, Lily. Much more delightful. You're a sly fox. مساء الفل يا سيدي الكل. علي هوب. حزر فزر ده ايه؟ ايه؟ عيد ميلادك يا سعادة البيت. دق مزيكا. مزاجة عين يا دلع بدلع واللي باين باين يا دلع بدلع ومزاجة عين يا دلع بدلع واللي باين باين يا دلع بدلع ومزاجة عين يا دلع بدلع واللي باين باين يا دلع بدلع ومزاجة عين يا دلع بدلع واللي باين باين واشرب واملالي املالي يا دلع يا دلع بدلع ومزاجك عال يا دلع بدلع والبيت يا دلع بدلع ومزاجك عال يا دلع بدلع والبيت رقص يا فيها لما تينا خلينا حلمي مع بعضينا 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 يزعلوا في البيت طب وانا مالي وانا مالي يا دلع يا دلع يا دلع كنت
خصوصا ال يا بيه ربنا يخليك لنا ويطول في عمرك يا رب. وانت يا بهلول كل ما ده دمك بيخف زياده. سامعين؟ وانتوا يا جماعه انا مش عارف اشكركم ازاي. يا ندامه. اه صحيح، انا كنت ناسي عيد ميلادي وانتوا افتكرتوا وقدمتوا لي اجمل هديه ليا ولاصحابي. عقبال عيد ميلادك ال30 يا سعاده البيه. يا نصاب انت. ربنا يمتعك بصحتك وعافيتك وتعيش طول عمرك شباب يا طرابيشي بيا ابن حواء وادم. تصوروا بقى، انا شفت مسارح ومغاني في مصر وفي بلاد بره كتير وقليل، مفيش حاجه ابدا تطربني زي الغنى والفن بتاعكم. بالظبط زي ما انا ما بستطعمش ابدا غير العيش الصغير اللي بيتخبز على الصفيحه، خصوصا هو سخن. يا سلام على ذوقك يا سعاده البيت. يا سلام، ده احنا نجيبه لك على رموش عينينا. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير. ايه بنتك فل ان شاء الله بيه. سلام على الظرف والانسانيه. يلا نكون عجبنا. ايوه الراجل منقوط منكم وبعت لكم. اه بعت لكم فلوس اهو. امال ايه؟ خد مش عايز حاجه. ايوه اسكتي بقى، اعطيني وقته. الله هو يتعمل هنا. انا بنروح حط سعداوي. هنا اسكتي بقى. هابي بيرثدي تو يو اجين طرابيشي. ثانك يو. Good night. Good night, dear. Sweet dreams, Mrs. Hay. See you tomorrow. Good night, Daddy. Sweet dreams. Good night. Forgive me to keep you up so late. شاي. اعملوا لنا شاي، عايزين نحبس. مش قلت لك هتنبسطي قوي؟ من جاور السعيد يسعد. لو يقول لك ايه؟ عروس الانجليز لا دهن ولا بهريز. جيبها لي يا يابا. العز يا ابني، العز يخلي كل حاجه تحلو. هم دول الناس الاكابر اللي بصحيح. تعرف يا دياب ابوك شيخ البلد طلع ايه؟ ايه؟ ولا حاجه. Come. Be frank with me. Great Britain will use every means to interfere in the canal project, putting up all obstacles unless the Khedive lets us have some of his shares in the canal. You must realize that you are talking of the wealth of the Egyptian people. You're breaking my heart. It's well known that your protector, Yusri Basha, is very close to the Khedive. Yes, but there is a limit to what I can ask him to do. If you only try. I will try. And as far as I'm concerned, you know, I'm with it whole, full-heartedly. Here, here. To you. England, forever. Here, here. Good night, Robert. Good night, and happy birthday. متولي هو وحسن شافوا الحكيم غضبان، جوه في عز الليل والشوطة والهويل، ولما فجوا الكيل قالوا له خد دول لعلك تنقلب فرحان. ايه ده؟ مش كان جنابك بتشيك من قلة الدواء؟ سرقناه من مخزن فرانك. وحرضتم نفسكم للخطر ده كله؟ عشان الناس اللي بتموت زي الهموش يا دكتور. طب دول بس هيحوقوا بيه في الوباء يا مسكين. ده وباء، شويه الدواء دول عاملين زي نقطه ميه حلوه في بحر مالح. يعني ملهمش لازمه لجنابك؟ النوايا تزند الزيره يا متولي يا اخويا. هات هات هات. راحوا الكارنتينا، دخلوا دمعهم مخنوق. قال الحكيم متولي، مصر زي المنصبين دول، اكتر كتير من الدواء، وحتى الدواء مسروق. نشوف اللي هناك دول. صخره ومجاعه ووباء طول عمرها تعاني، وكل حاكم غريب يحدفها للتاني، والدنيا مستغربه على مصر عايشه ازاي لحد دلوقتي.
لما الغلب أصلان. متولي مفيش. حسن خلاص مفيش. مفيش. وادي الدواء ما روى ولا نص عشر الناس، وادي نفر من الغلابة بيلفظ الأنفاس، وادي ثلاثة شباب عجزين قصاد الموت، وادي رحيت القضا دايرة بلا إحساس. يا أختي سيب الهبابة اللي انت محنية عليها دي، وانت وش رحاية برضو تخسر هديك الحلو الإيد البطلة نفسها. والله ما نجس إلا اللي في بالي زي القرع يمد البرة. يا بومة يا سلعوة يا بوز الإخس، الراجل ابتدى يسعى على رزقه ويشتغل. والنبي انت على نياتك. صحيح الحب أعمى يا هبلة، ده لايف على الولية الخواجاية. Aren't you bored with all the peace and quiet here? Oh, you've never been romantic, Robert. These are the most beautiful days of my life. Lily, you are too romantic. Robert, come and choose the horse you like, and still I'll win the race. I accept the challenge. Oh, I don't like horse riding in any case. معايا مصر. اه انت بتعرف تشتغل هبطني؟ اه شفيقة شافت بعينها يا قبح ما شافت، دياب حبيب قلبها اللي عليه لافت، قابل يبيع جتته بالقرش مش خجلان. غبت غبت وبعدين أصابها نوع من التوهان، نوع من الخوف وهي ما عمرهاش خافت، ونوع من الشؤم جاي يرمح كما الرهوان. مش تفتح يا ما. أنا أعمى يا بت. أنا شفيقة. ازيك يا شفيقه؟ سعاده الليل، عدم المؤاخذه. لا مفيش حاجه، حصل خير، بس انا زعلان منكم عشان وعدتوني بالعيش الفلاحي وما سالتوش فين. بس كده من عينيا يا سعاده الليل. تسلم عينيك. يلا بقى. اوكي.
غيرانه من الوريه القرشانه دي يا حبيبتي غصب عني هتاخدني مصر ولما لمني يا شين هرجع مدرستي انا وانتي وننسى القرف ده كله بقى مهما قلت مش هتخليني اقبل انك تبيع جدتك يوه بقى يضربونا بالحجار ويحرقوا علينا البيت ونتبهدل ونتشرد عند فله وزفته ترجعي تقولي لي اقبل وما اقبلش انهي حب في الدنيا اللي يستحمل ده كله ايه حبنا اللي تعهدنا عليه اي حمار في الدنيا يقول لك الفقر يقتل الحب مش الفقر انت اللي قتلته يا دياب قتلته بقى تولي يا ولدي اليوم رحت والريح معك ثاني شفيقة ماتت دفنوها الرجالة بعد المغرب لا ما كانش بعد المغرب كان الظهر في عز الليالي جبت شريك للناس هتموتي نفسك على ايه كلب ولا يسوى قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات ده اللي كنت بتقولي عليه ابن اصول وطلع ابن صرمة ده هي لا ترجعه مطرح ما راح Yeah.
عمر ويقول حبك لهلبي حشايا خدي ما تاخدي اهو كده اهو كده تكسبي وتعيشي. الرجاله ملهاش امان. اسمع انت بس كلامي وانت تبقي الاشياء معدن وتلعبي بالفلوس لعب ويبقى لنا بيت كبير بثلاثين ازاز. انت اصلك ما انتيش عارفه قيمه نفسك. ده انت بكره العين هتبقى عليكي في وسط البنات كلهم. ايه ده؟ ده عيش رحالي. ايه؟ رحالي. اه منين؟ ده من الجنينة، من شفيقة اللي واقفة في الجنينة. شفيقة؟ اه اللي هي المرة اللي فاتت. ما تبصش كده، خليك واقف. هتموت امتى انا عارف. بنت حلال وفيتي وعدك. سعادتك تؤمر يا سعادة الليه. تعرفي لما واحدة ست تخلص عيش لواحد راجل ده يبقى معناها ايه؟ تعرفي يا شفيقة أنا حاسس دايما إني وحيد رغم كل الناس اللي حواليا ما يملوش القلب. أنا أصلي أحب الناس البسطاء ده على طبيعتهم الحنينين اللي سايبينها على الله. اما التانيين دول سواء مصريين ولا اجانب زي اللي كانوا هنا وسافروا معقدينها قوي هيجننوني بتاع ايدهم. وانا اصلي راجل غلبان في روحي. سعادتك سيد الرجال يا سعادة البيت. بنتي اللي ست البنات. وانفطرت قلوب الإنسانية لاكتشاف 50,000 من العبيد، يعني 50,000 عبد. وقد ماتوا يا ساتر. ووجدت جدتهم جثثهم يا متولي جثثهم جثثهم في درب الأربعين الذي يصل من السودان عبر الصحراء إلى أسيوط. وستتكون لجنة دولية للتحقيق. هم مش قالوا ممنوع يتاجروا في العبيد؟ قالوا ممنوع لكن محدش بطل. في كل عزبة وتفتيش تلاقيهم. وكانوا جايبين الخمسين ألف دول عيني عينك يفحطوا القناة بدل اللي خدهم الوباء. ولاد الكلب. ما معلش يا بنات. ومين اللي جاب العبيد دول؟ الفرنسويين. ما هي القناة بتاعتهم. والإنجليز وقفلهم بالمرصاد زي ناقر ونقير.
عايزين يلهطوا هم كمان من الانجر. خدوها طنشوا، ما خدوهاش يهيجوا عليهم العالم. طب ومصر مالها؟ مصر مصريين كتير متورطين. احسن خلي المستخبي يبان. يبان في المشمش، هيشتروا سكوت الانجليز. عشان الترابيش بيه يتمتع ويفرد ايديه. اسمعني بقول لك عليه، الدهب مفيش احسن منه. ان ما كانش ايدينا يبقى اسامر وحواش. انت كل كلامك عن الفلوس والذهب. امال يا اختي هنبني البيت ابو 30 ازاز منين؟ اسمعني بقول لك عليه، الالماس والزمرد والزبرجد ده كله كلام فارغ. ما يجيبش تبك وتسيبك منه خالص، تشتريه النهارده بالشيء الفلاني وتصبحي تبيعيه وتراوي الفلوس. النهارده الصبح صحي قبل، نزل من السرير بشويش احسن يقلقنا، ومشي على طراطيف صوابعه على السجاد. السجاد برضو كويس، خليها تجيب سجاد كبير صغير ما يهمش، المهم يكون عجبي. السجاد كل ما يعيش كل ما تمنه يغلى ويكبر. كلي كلي السلي. كنت حاسه بيه لكن ما اتحركش، وقف قدامي وبص عليا وانا نايمه ووطى على جبيني وبسمي. تعرفي نفسي اجيب منه طفل. يا خرابي. اه هو بيقول لي ان اللي زي في بلاد بره بيقولوا عليها خليله، وولادها يورثوا ما دام ابوهم معترف بيهم. في بلاد بره؟ اه وهنا الخديوي عنده 600 محظيه، بيسموا الوحده ام الولد، يعني بيعترفوا باولادهم. هو بيملى دماغك بالكلام ده ليه؟ احنا مش قلنا تحوشي لك قرشين علشان ما تحتاجيش لجنس راجل من دول؟ اهلا 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 بعد الباشا. لا لا كده الست تبرد. حمام العافيه يا ستي. يعافيك. حضري نفسك عشان ما احضر لك مفاجاه. خير. هاخدك مصر دلوقتي وبعدين هنسافر اوروبا وهفرجك على باريس وعلى لندورة كمان. حقيقي. حبيبي. يا جميل. وصل. يا منار. احمد بيه طرابيش وصل. احمد بيه وصل. يا منجم. حليل عوض. يا منجم يا كريم يا كريم يا رب يا منجم يا كريم يا كريم يا منجم يا هار يا رب يا منجم علي العوا يا كريم. الهانم رايحة على هرملك ولا على فرانكا؟ على فرانكا. يا كريم يا كريم يا رب. قالوا مفيش مدنية من غير جرانيل، عملنا لهم الجرانيل، ادي النتيجة. اللي تحترم اللي تأدب، كل انسان له حدود يقف عندها. خلاصة الكلام، الجورنال ده يتقفل من الليلة دي وتتلغي رخصته. ها امر افندينا. عظيم. اسمح لي يا احمد اهنيك على ذوقك. ممنون يا فندم. اتفضلي يا هاب. اقعد يا احمد. خير يا فندم؟ مش خير. القنصل الانجليزي طلب مقابله مولانا، وانا بحاول اعطل المقابله دي باي شكل. ربنا مع سموك. ايوه ايوه. المهم انت تروح على الهندورة تشوف ايه حكايه الشوشره دي والحمله اللي عاملينها ضدنا. عاوزين يبعتوا لنا لجنه دوليه قال. يعملوا لنا فضيحه. ما هو كل ده عشان ياخدوا نصيبهم في التورته. وايه نصيبهم ده؟ عاوزينها اسهم في القناه.
اسهم في القناة علشان كم عبد ماتوا. انت تاخد سكة الحديد بكرة الصبح بدري زي ما اتفقنا، تبات ليلة في اسكندرية وتاخد وابور البحر وتدي لكل واحد قرشين، وكان الله يحب المحسنين. قال الراوي يا سادة يا كرام، شفيقة وصلت مع الطرابيشي بيه في لندن، مبعوث من الغز يرسل الخلق في لندن، يسد حلق الصحافة ومسؤولين لندن، وشفيقة مبهورة بالبهرج تبع لندن، بعطر ذهب على اللي يسوى واللي ما بيسواش، وخد عليهم عهود الفول وما يخونوهاش، سيرة تجارة العبيد والسخرة ما يجيبوهاش، والدفع كان كاش على قولة ولاد لندن. وعدى بيها وفسحها في مدينة النور، وشفيقة هايمة في حب باريس مدينة النور، وجاب لها من هناك فساتين كتير تهلس، لحد ما أصبحت كتلة فرح وسرور. وجايبه هدايا وطراب لاصحابها في البيت، ابو ترسيم حلو وازاي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي، وصلتي امتى؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا يا روحي، اهلا بالسنيوره اللي تسرح القلب كده يا شفيقه. يا وش السعد والخير والهنا كله. هنادي فنه بهلول، وحشتوني خالص خالص. انت اللي وحشتينا. ايه يا ابني ده، انت بتعمل ايه؟ بتشرب شاي؟ مش بيعملوا كده في بلاد بره، بس مش بالصوت ده. تعالي اتفضلي يا حبيبتي، ما افرجك على البيت. ايه يا ماما هتاكل راحتك؟ تعالي بقى ما افرجك على بقيه الشقه والاوضه بتاعتك، حاجه حلوه خالص. تعالي خش. شايفه بقى؟ الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ دي اوضتك ومستنياكي تنوريها وتزينيها. لا انا هفضل مع الكرابيش. ده كلام؟ اللي عاوزك يجيلك هنا. انا بحبه يا هنا. بتحبي؟ هو انت ما حرمتيش؟ الله يقطع الحب وسنينه وتسيبي بيتك اللي عملتيه بدم قلبك. معلش خدي انت، انا مش عايزه حاجه. مش عايزه حاجه، بس ما دافش ولا حاجه. تعالي بفرجك على الحاجات اللي اشتريتها. Your friends were supposed to take the cash and shut it up. What happened? Mean it
till they spilt everything on every front page in Europe. And then what? An investigating commission is on its way right now to Egypt. If I wanted to betray you, I wouldn't be sitting here in this chair describing the dangers to you. Of course, the big sharks will get away simply by putting all of the blame for everything on you. I cast out millions! You were also the cause of the death of those 50,000 slaves for the stupid lack of a water supply. You won't from this up. What's your proposition? Still the same proposition. We'd never allow completion of the canal unless we secure a share for Great Britain. This is your problem. The Khedive gives us, say, a decent part of his share, and the investigating commission disappears into thin air. Believe me, your associate, Yusri Pasha, can influence the Khedive. What's your amusement? Robert, you are an insane, foolish bastard! Get out of here! Up to my neck in shit! He talks of canals! Britain! Damn Britain! Damn the canal! And damn Egypt as well! يعني عليكي يا هناكي يا اللي شبابك ضاع من قبل ما تلبسي المعور وتبيني الاطلاع. حتى وانت فرحانه بتعدلي اللي فيه ده ما يبطلوش. قلت يا بهلول ايه رايك في هديتك؟ يخرب عقل اللي عملها. صحيح الخواجه 100 راجل. يلا يا برضه احنا نتاخر. مع الف سلامه هبقى اجيلك. وانا فين هديتي؟ ماليش هديه. ازيك يا شفيق؟ شفيق انا عايز منك خدمه. خير؟ تكلمي لي البيه بتاعك يخليهم يعتقوني من الجاهديه. يا عم روح كده بعد ما الوليه فرحتك جاي تتكلم. شفيق اعملي الجميل ده فيا. ابويا رفدوه ما عدتش معفي هياخدوني بكره. سمعت ده بقى نقول ايه؟ ابوه رفدوه ايه؟ عقبال امك يا روح امك. شفيق اوعى من قدامي. انا في عقبك يا شفيق. انت مش كنت بتحبيني؟ لاجل العيش والملح اللي كان بيننا تكلميه. ده اكبر راس في لم الافار. ده هو اللي خد متولي. ما تطلعش ما تقش الراجل اللي يركع. وانا كمان ما احبش اللي بيركع لان اللي بيركع اسكت. شغاله كتير وانت طبعا معاه في كل شغله. هو ما يقدرش يمشي من غيري. طيب هو بيشتغل ايه؟ يعني هيكون بيشتغل ايه؟ يعني بيبيع وبيشتري. بيبيع ويشتري ايه يا بلبل؟ يعني هو داخل في الحكومه شويه يعني يعني لوازم الحكومه. لوازم الحكومه؟ يعني ايه؟ يعني انا اقول لحضرتك يعني اي حاجات اي ناس يعني مفيش حد في الدنيا دي الطرابيش بيه ما يقدرش يعني ما يشرهوش ويبيعه الا انا عشان انا بحبه. يعني ربنا يخليك يا طرابيش بيه. شفيع عايز اسالك سؤال. مش وقته يا حبيبتي. انت صحيح مقاول انفار؟ بتشتغل في لم الناس للحكومه؟ امال الحاجات اللي بجيبها لك دي بجيبها لك منين؟ سعاده بيه. ها؟ الباشا يسري باشا بيه وصل وقعد في المكتب يا فندم. طيب روح اعمل له اي حاجه. ايوه انا هعمل له اي حاجه. تعال. ايوه فندم. انا جاهز. ايوه انا هعمل له جاهز. الخديوي حطيني على راس اللجنة الدولية. قدام الحسن حظنا يا فندم. هما دلوقتي هنا في الذهبية وطالبينك في التحقيق. أنا؟ الاسم الوحيد اللي عندهم في الملفات. بس أنا كنت بنفذ أوامر. ده أنت باين عليك عايز تعمل فضايح. إيه ده؟ جيت أخدك للتحقيق. قاومت. بس يا فندم ما بسش علشان اضمن ان رقبتي انا
ما تطيرش بعد الشر على سموك يا فندم. سمعت باستغراب من فتحة في الباب، لقت البيه طرابيشي زيه زي دياب. وانا معقول افكر في ازيك ولي نعمتي؟ يا احمد انت ممكن تعمل اي حاجة، انت اوسخ انسان شفته في حياتي. احنا ممكن نلزقها في حد تاني. مش ممكن طبعا، لكن حد زي مين؟ انا عندي واحد ولا من شاف ولا من سمع. وليه اللخبطة دي؟ ما تموت انت وخلاص. شفيقة اهي عطينا وارد بتاعت الباشا. ما تاخد الصينية من الهانم يا احمد. حق ان شاء الله الهانم تكون انبسطت في اوروبا. دي ما بتنساش ابدا ان سموك اديت عطفك واعجابك بيها. عن اذنكم. وما زلت لدرجة اني مستعد اني اخطفها منك تحت امر سموك. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان اوامر سموك كلها مجابة. انت اللي بتطلب مني كده؟ شفيع انا خجلان من نفسي. لكن لازم تعرفي إن مهما حصل مفيش حاجة في الدنيا هتأثر على حبي ليكي. ما تتكلمش عن الحب. أنا بالنسبة لك مش أكتر من موس عايز تستغلها لمصلحتك. لكن ما لكنش. أنا هعمل لك كل اللي أنت عايزه. صحيح مش كده. بس على شرط. إيه هو؟ أخويا متولي يرجع. تخليهم يرجعوه. بس كده؟ حاضر. الحكاية دي عايزها تتم فين؟ هنا على سريرك؟ معرفش في اي حته. لا يا سعادتك بيها الحاجات دي ليها اماكن مخصوصه تبقوا تتفضلوا عندي. عندك؟ ايوه في بيتي، البيت ابو 30 ازاز. وكتاب ما يبان من عنوانه ده.
وبقينا معاه إخوة شقايق فاكرين وشريف أدري مش كده على طول الخط الطبع الراسي من جوه نط أدري مش كده على طول الخط الطبع الراسي من جوه نط خلاص بقى مهما نشال ونحط ما فيش دمعة حزن عشانه بان أيوة القهر وقوة غليانه بانه أيوة بانه كفاني وشوش ده أكم من وش غدر بيا ولا ينكسفوش وعصير العنب العناب العنابي نقطة ورا نقطة عذابي عذابي وعصير العنب العناب العنابي نقطة ورا نقطة عذابي عذابي يكشف لي حبايبي واصحابي يوحدني وانا بعز شبابي يكشف لي حبايبي واصحابي يوحدني وانا بعز شبابي القلب على الحب شابي والحب بعيد عن اوطانه بانه ايوه بانه بانه على
أخلطوا بينه 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 أهو كده بانوا. صحة يا حبيبتي. إن شاء الله يا رب. صاحب السمو منتظرك في أوضتك من بدري. تعالي. أفندم. جنني يا مزاجي يا مجنني يا مزاجي وخد فلوسي يا مزاجي ومضيعهم يا مزاجي على النسوان يا مزاجي جنني بقول لك اضربي وخد فلوسي جامد مش يلا بقى نطلع لهم؟ ماليش نفس. عرفت منهم كلهم بيتمحلسولي وبيتزللوا على طول. خليني انا كمان من نفسي اتزلل شويه. بس انا بقى لما اتزلل اتزلل حاجه حلوه كده. الليل 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 يا ميمون الليل 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 يا ميمون الليل 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 يا ميمون تشرب ليمون وتاكل الافيون الليل 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 يا ميمون تشرب ليمون وتاكل الافيون يا شفيقة الليل الليل يوه يخيبك تعالى هنا رايح فين وانت ايه انت كمان انا الميمون يا حلاوتك لا طبعاً أنت يا سوسو باشا أنا الميمون أنا الميمون يلا يا ميمون يلا ديلو بيموت ازاي بيموت كده بيموت من العطش في الصحراء يعني ازاي ايوه
بسم الله عليكي. متولي فين واحنا فين؟ مالك يا دناي؟ سلامتك يا نن عيني. لو كنت صحيح بتحبيني وانا عندي اغلى منك. لو كان ليا عندك خاطر. ايه بس اللي حصل؟ خديني من هنا، رجعيني بلدنا. رجعت شفيقة البلد مقهورة يا ولداه، سألت على جدها قالوا الضغان لله، راحت تزور تربته وابو زيد يواسيها ويقول لها الماضي يا بنت الأصول ننساه، تقوله شهم وأمير يا ابو زيد لكن هيهات، أنا منفعكش النهاردة يا كريم الذات، أنا واحدة ظنيت بإن القيمة هي المال وبإن من عنده مال له قيمة وابن حلال، ذنب وجنوته وخدت جزاه ندم ودموع وعار ما يمحيش غير دمي على العتبات. ادي طريق دارها وادي الحيطة وادي الباب وادي البلد من الوباء والصخرة شبه خراب، تقول هنادي تعال نرجع، تقول لها لا حستنى متولي يجي، اصل بينا حساب. وعلى المكتوب مش فين. وفي ايه في البلد ها؟ انا مربوط ليه؟ ربطني ليه؟ انت مقبوض عليك. مقبوض عليك. الله يكرم عقلك يا شيخ. هم بيهزروا يا جدع. فكني انا عملت حاجه عشان يقبضوا عليا. اللجنه الدوليه حكمت عليك على انك انت موتت 50,000 عب في الصحراء. ليه بقى؟ من العطش. عطش مين؟ 50,000 ايه؟ عب. عب دي يعني ايه؟ معرفش. هو الحبل اهو. هموت دلوقتي؟ ايوه يا نتشاهد. عفارم يا احمد، عرفت تنقي ضحيتك. ده بفضل عطف سموك عليا يا فندم. انما ضميرك مش بيألمك؟ هو في الواقع بيألمني، بس ده احسن مرقبتي هي اللي تألمني. وعلى العموم هو غبي ومش هيحس باللي هيحصل له. وشفيقة مالها يا فندم؟ تعرف قد ايه عن طبيعة شغلنا؟ انا كنت كلمتها عن خطورة موقفي وبس. البنت دي تعرف اكتر من اللازم. انا على العموم ما اعرفش هي تكون استنتجت ايه من اللي انا قلته لها. حمار. البنت دي لازم تنخرس. انا مظلوم يا جدعان. اتكلم يا دياب، اتكلم يا دياب، اتكلم يا دياب، اتكلم يا دياب.
يعني اول ولا اخر واحد ترجع بقى كل ابسوط شكل متولي يرمح وعقله من الغضب طايح، النار ولا العار ولا استهتار وفضايح. قعد في أسيوط على القهوة وسأل عنها، قالوا له راحت بلدها دغري أم رايح. بتبص على ايه يا شفيق؟ ده اللي بيروح في حباله ما بيرجعش يا بنت. شفيقة متولي، انت عارف شفيقة بقت ايه يا ابو زيد؟ ايوه عارف. يعني عايز تعفيني من دمها متولي؟ متولي متولي متولي. شال جتة المقتولة بين دراعيه، ضربوها قدام عينيه بالنار ما يعرف ليه، وناس يقولوا ده هو طعنها بالخنجر، بس احنا شفناه رماه وشفيقة جاية عليه. سواء كده او كده شالها في احضانه ودموعه تجري كبحر النيل وفيضانه، يبكي عليها وعليه وعلى بنات الناس اللي تبيع عرضها في القحط وزمانه.